ليس حجة عليه بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين ولا حتى بالنسبة للسلفيين للأسف الشديد جدا، لأنه قطع الطريق على الكافر حلال ونحن كفر في عرفهم. قطع الطريق على الكافر حلال، استباحة دماء الكافر حلال، هتك عرض امرأة كافرة حلال، هتك عرض امرأة نصرانية وسرقة أموالها حلال، اغتصاب ناشطة في ميدان التحرير حلال طالما أنها ناشطة ضد الإخوان. والإخوان كما قال حسن البنا هم الإسلام والمسلمون. الإخوان هم نحن الإسلام والمسلمون. أنا ما بيعجبنيش إطلاقا لما يطلع واحد زي ممدوح نوح يتكلم كلام رائع جدا لكن مبني على مختار إنه نوح. مختار نوح كله كلام رائع جدا بس مبني على قاعدة شديدة الخطأ، إن هم زيفهم طريق حسن البنا ودعوة حسن البنا. حسن البنا هو أساس كل هذه الكوارث التي نحياها الآن. هذا فكر ظلامي، فكر قائم على تكفير المجتمع الذين يعيشون فيه واستحلاله والضحك عليه والكذب عليه. الكذب ليس كذبا إذا كان يخدم الجماعة. القتل ليس تسقط عنه صفة القتل إذا كان يخدم الجماعة. إحنا وقعنا وقعة من أفظع ما يكون، وربنا بحب البلد دي، خرجنا منها بأسرع ما يمكن. خرجنا منها سنة. أنا لسه للآن خرجنا ولا لسه خرجنا. عايشين في لا 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 طمني، خرجنا طبيعات. جدا جدا، واللي بيحصل ده في الشوارع واللي بيحصل بتاع والمسيرات ده مسيرات هزيلة جدا وكلام فارغ جدا والجهات المسؤولة. طب وكلام البلتاجي، كلام البلتاجي عن إن هيكون في استخدام مفرط للعنف في 10 رمضان. طيب احنا 10 رمضان اهو بعد بكره، كل سنه وانت 10 رمضان، كل سنه واحنا طيبين. وبعدين العشر من رمضان عاملينها في العشر من رمضان ليه؟ هم عاملينها ليه في العشر من رمضان؟ مش ده الجيش مش ده انتصار الجيش المصري اللي هم سموه جيش النكسه اللي هو البلتاجي ده تحديدا سماه جيش؟ هم بقى واضح ان هم نازلين ضد وشمت الجيش بقى وشمت يعني في مواجهه الجيش، وشمت في هزيمه الجيش المصري في 67. عاملينها في 10 رمضان، 10 رمضان ده يخصنا كمصريين ما يخصهمش على الاطلاق.